وانا مكتوب على وشي تعال اجرحني وامشي. طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين؟ معلش اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده. اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي ليه مغناطيس لناس غريبة ليه؟ والقلب شاف حاجات عجيبة ليه؟ أنا مغناطيس لناس غريبة ليه؟ والقلب شاف حاجات عجيبة ليه؟ كل مرة تندم لتوبة وترمي في حضن المصيبة. وفي وقت آخر قال الفنان أحمد العوضي خلال حواره مع برنامج المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب: أنا وقفت جنب ياسمين عبد العزيز وهي وقفت جنبي، ولما تعبت بعد الطلاق جت ومفيش حد يعمل اللي هي عملته. وتابع ياسمين: أهم نجمة في الوطن العربي وعندي في حياتي حاجة كبيرة جدا، وأنا اتأثرت نفسيا بسبب الانفصال وما كسفتش أقول كده، وعشت معاها قصة حب كبيرة وعشان كده وصلت للناس بالعمق ده والناس حست ده، ومحدش يقدر يضحك على الناس وهي ستظل الأهم في حياتي. وأكد أحمد العوضي أنه لم يقصر في حق ياسمين عبد العزيز ولا هي لم تقصر في حقه، قائلا: محدش فينا قصر في حق التاني أو كان وحش مع التاني، واللي حصل قضاء وقدر، وحبي ليها حسيته من جوايا وبقول الحقيقة، وده ما يقللش من حد دخل في حياتي.